يعني تلقينا يعني جميعا صبيحة يومه خبر وفاة النقيب عبد اللطيف بوعشرين الذي وافته المنية صبيحة يومه بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، لكونه كان طريح الفراش خلال العشرة أيام الأخيرة. يعني واحد الشكل اللي هو مفاجئ جدا بالنسبة إلينا. لا يسعنا يعني إلا أن نتقدم بتعازينا لنقبائنا ولزميلتنا وزملائنا بهيئة المحامين بالدار البيضاء، وكذلك لجميع نقباء المغرب ولجميع المحامين والمحاميات على مستوى الوطن بصفة عامة. النقيب عبد اللطيف بوعشرين الذي فقدناه يومه وبشكل مباشر وبشكل مفاجئ كان قد تحمل مسؤولية ديال هيئة المحامين بالدار البيضاء خلال الولاية 2009 إلى غاية 2012. كذلك انتخب أمينا عاما لاتحاد المحامين العرب سنة 2015 وتحمل هذه المسؤولية بأمانة وبإخلاص، وساهم من خلال مسؤوليته على مستوى اتحاد المحامين العرب في الدفاع عن القضية الوطنية، ويكفي في ذلك الرجوع إلى البلاغات والبيانات التي كانت قد صدرت خلال ولايته وخلال تحمله المسؤولية في إطار الدفاع عن القضية الوطنية وهي قضية الصحراء المغربية. النقيب عبد اللطيف بوعشرين ساهم يعني بشكل كبير في تطوير مهنة المحاماة وفي تخليقها وفي إطار تكوين أجيال بأعداد وفيرة وكبيرة. النقيب بوعشرين كان يساهم من خلال تأطير ندوات التمرين المتعلقة ببرنامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر سواء على مستوى هيئة المحامين بالدار البيضاء أو على مستوى جمعية هيئة المحامين بالمغرب. كذلك لابد يعني في هذا الإطار أن نستحضر الحضور ديالو الفعال في إطار لجنة الشؤون المهنية اللي كانت والمتكونة آنذاك من جمعية هيئة المحامين بالمغرب ومن وزارة العدل والمساهمة ديالو فعالة يعني في إطار يعني قانون مهنة المحاماة ديال 2008. كذلك لابد أن نستحضر المشاركة الفعالة ديالو في إطار يعني اللجنة المشتركة المتعلقة بمناقشة قانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. يعني في هذا الإطار لابد أن نتقدم بتعازينا لنقبائنا ولزميلتنا ولزملائنا ولجميع المحامين بصفة عامة ولأسرتي الكبيرة. لابد يعني نرجع لواحد المسألة اللي هي مهمة، هو أنه النقيب عبد اللطيف بوعشرين يعني قاعات المحاكم وخاصة قاعات غرف الجنايات شاهدة يعني على مرافعته القوية وعن الدفاع بشكل كبير عن مبادئ المحاكمة العادلة، يعني من خلال مجموعة من المحاكمات السياسية والمحاكمات الحقوقية. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان. شكرا جزيلا.